أهو ازيكم. يوم 25 يناير 2011 نزلوا ملايين من الشعب المصري بيطالبوا بحقوقهم وحريتهم. بعدها بأربع أيام مش أقل من 700 واحد معظمهم حرامية وبلطجية هربوا من السجون وبدأوا ينتشروا في شوارع مصر. الشرطة اختفت والناس خافت وبدأوا ينزلوا الشوارع بهدف ان هم يحموا بيوتهم. لكن للأسف عدد الناس اللي هربوا كانوا كتير والناس بدأت تفقد الأمل. بس في لحظة الأمل ده رجع وطاروا من السعادة لما بصوا فوق على السماء وشافوا باتمان والسوبرمان جايين بهدف ان هم ينقذوا مصر. ده مثل من كذا مثل موجود عندي وريكو ازاي كوميك بوكس اثرت في حياتي. انا بحب كوميك بوكس حب غير طبيعي جدا وما اقدرش اوصفه من كتر ما هو كبير. وممكن اقول لكم ان نسبة 70% من حياتي كلها كوميك بوكس، عشان خاطر كوميك بوكس علمتني كل حاجة انا محتاج اعرفها عن واقعنا وتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا وسياستنا وادياننا. يعني انا بالنسبة لي كابتن امريكا والسوبرمان امثال تاريخية اهم من جورج واشنطن وابراهام لينكولن. اكتر جانرا انا حبيته في كوميك بوكس كان هو السوبر هيرو جانرا، والسوبر هيروز دايما بيخلوني احب افكر الواقع بتاعنا كان هيبقى عامل ازاي لو هم كانوا فعلا موجودين. اكتر واحد فكرت فيه كان باتمان عشان هو اكتر سوبر هيرو انا بحبه. بس بعد فترة تفكير اكتشفت ان انا مش ضروري افكر كتير عنه، عشان في على الاقل ملايين حوالين العالم تقمصوا دور باتمان لكذا سبب، منهم مثلا الاهتمام بالاطفال في المستشفيات، او زي ما بيحصل في الكوميكس بالظبط يخوفوا شوية ناس لابسة لبس اراجوزات ما عندهمش اي هدف غير ان هم يرعبوا الناس. بس انا لسه بفكر في رأي غيري، بفكر الناس هيبقوا عاملين ازاي لو السوبر هيروز كانوا فعلا موجودين. على قد ما في ناس هيقبلوا الموضوع ده، على قد ما في ناس برضو هيرفضوا الفكرة دي لكذا سبب، منهم مثلا الخوف من القوة، الخوف من اختلاف النوع، الترابط بالدين، وكذا سبب تاني. ودايما يعني لو في سوبر هيرو كان موجود فعلا ده معناه ان هيبقى في السوبر فيلنز موجودة، فطبعا زي ما بيحصل في الكوميك بوكس هيبقى في حرب بين الطرفين، وطبعا الحرب دي هتأدي لدمار كتير، هتأدي لفوضى كتير ونسبة وفاة عالية. ساعتها طبعا الناس هتنزل تتظاهر والحكومة هتتدخل في اللي بيحصل، عشان على قد ما السوبر هيروز بيحاولوا يعملوا الصح هم دايما السبب في الدمار والفوضى اللي احنا فيه. ليه نرخص أسلحة وما نرخص السوبر هيروز اللي هم اساسا اقوى من الاسلحة بتاعتنا؟ ساعتها الحكومة هتاخد قرار بمنع ان السوبر هيروز يعملوا اي حاجة هم عاوزينها بمزاجهم، عايزين يعملوا حاجة لازم يسمعوا كلام الحكومة. ساعتها السوبر هيروز هيتقسموا طرفين، طرف مؤيد للحكومة عشان هم شايفين ان ده الصح، وطرف مش مؤيد للحكومة عشان هم عارفين ان بيعملوه ده غلط، وعشان هم كده بيتخلوا عن حريتهم وخصوصيتهم. القانون ده طبعا مش هيجيب اي نتيجة، عشان بسبب الحرب دي اللي هي حصلت بسبب القانون السوبر هيروز هيتخنقوا ومش هيجيبوا اي نتيجة. نسبة الدمار هتزيد والفوضى هتزيد والوفاة هتزيد اكتر من الاول. بس مهما يحصل السوبر هيروز هيرجعوا وهيعملوا اللي يقدروا يعملوا عليه عشان ينقذوا العالم، حتى لو مهما حصل، عشان هم عارفين ان هم بيعملوا ده هو الصح. بالنسبة بقى للناس اللي بتتريق عموما على كوميك بوكس والسوبر هيروز، محدش لاحظ ان كل اللي انا قلته ده ليه ترابط بالواقع بتاعنا وتاريخنا؟ هديكوا خمس امثال هنشوفهم مع بعض دلوقتي. المثل الاول The American Civil War تعتبر من اكبر الحروب اللي حصلت في تاريخ امريكا، كانت ما بين الكونفدريت ستيتس واليونايتد ستيتس، وكانوا بيحاربوا عشان كذا حاجة منهم سيفل رايتس والسليفري. الامريكان سيفل وور موجودة في الكوميكس بس بصورة خيالية،
في مارفل كوميكس عملوا كوميك بوك اسمها سيفل وور بتقسم طرفين سوبر هيروز، طرف مع ايرون مان اللي هم مؤيدين الحكومه، وطرف مع كابتن امريكا اللي هم ضد الحكومه. ونفس اللي بيحصل بالظبط، طرفين هم الاثنين كانوا طيبين وكانوا مع بعض and they were a team، وفجاه بيتخانقوا مع بعض عشان one thing separated them، الحكومه. بس بدل ما هنستعمل civil rights و slavery زي ما انا قلت، هنستعمل القرار اللي الحكومه اخدته ضد السوبر هيروز. تعالوا ندخل على المثل الثاني. Segregation in the United States towards African Americans in the 1960s. هو عموما يعني slavery والعنصرية اللي كانت ضد African Americans كانت موجودة قبل 1960s، بس اتعرفت اكتر في الوقت ده. African Americans كانوا بيتعاملوا اسوأ معاملة، كانوا بيتشتموا وكانوا بيتضربوا، وكان في اماكن ممنوع يدخلوها، منهم حمامات عامة، فنادق، مطاعم، مدارس، جامعات، كذا حاجة. نفس الفكرة دي موجودة في الكوميك بوكس بس بصورة خيالية وصورة أحلى من كده كمان. بدل ما هنستعمل Caucasian Americans هنستعمل بني أدمين in general، سواء كانوا Caucasians، Africans، Mexicans، أي حاجة. وبدل ما هنستعمل African Americans هنستعمل الميوتنس اللي هم طبعا معروفين في مارفل أكتر بأكس مان. بس هيبقى في حاجة مختلفة عشان دي بقينا بصورة خيالية. بدل ما هنستعمل لون جلد او دين او اي حاجة من الحاجات دي، هنستعمل فكرة ان الميوتنس دول في يعني عندهم ممكن بسبب وجودهم وبسبب قوتهم يبقوا خطر على المجتمع بتاعنا. تعالوا ندخل على المثل الثالث. African American Icons. من اكتر الافريكان امريكان ايكونز المعروفين هم مارتن لوثر كينج جونيور ومالكوم اكس، ودول معروفين بان هم they stood يعني for racial equality، كانوا مع فكره ان احنا كلنا زي بعض، مفيش لون جلد هيفرقنا، مفيش دين هيفرقنا، مفيش اي حاجه هتفرقنا عموما. وهم من اكتر الناس اللي وقفوا ضد العنصريه اللي كانت متجهه على افريكان امريكانز، وكانوا اكتر ناس معروفين في الحته دي. مارتن لوثر كينج جونيور ومالكوم اكس الاثنين موجودين في الكوميكس بس بصوره خياليه، هم جايبينهم على شكل بروفيسور تشارلز اكزيفير وماجنيتو بنفس الترتيب. الاثنين شايفين ان الميوتنس ليهم حقوق وان الناس ملهاش حق انها تعامل الميوتنس بالطريقه دي. بس زي مالكوم اكس ومارتن لوثر كينج جونيور هم ليهم اراء مختلفه. تعالوا ندخل على الاكزامبل اللي بعده. اليونايتد نيشنز. اليونايتد نيشنز اتعملت بعد احداث الحرب العالميه الثانيه، واللي عملها كان الرئيس الامريكي فرانكلين دي روزفلت. ورغم ان هو عملها علشان خاطر يبقى في معاهده سلام بين كل الدول، السبب الرئيسي في رايي اللي هو عملها علشان خاطر كان عايز يمنع الحرب العالميه الثالثه. نفس الفكره بالظبط موجوده في الكوميكس، بس بدل ما هنستعمل نيشنز هنستعمل سوبر هيروز. وبدل ما نستعمل فكرة الحرب العالمية الثالثة هنستعمل فكرة سوبر هيومن وورز، سواء كانوا سوبر هيروز ضد بعض، سوبر هيروز ضد سوبر فيلنز، مش فارقة يعني. طالما هي ليها علاقة بسوبر هيومنز لازم نلاقي طريقة من نمنع الحروب دي علشان خاطر متأثرش على المجتمع. ندخل على الاكزامبل اللي بعده واخر اكزامبل. طبعا الانتخابات اللي في امريكا اللي فاتت دي كانت مأساة بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للامريكان. الديمقراطيك نوميني كانت هيلاري كلينتون، والريبوبليكان كان دونالد ترامب، ومحدش كان عايز الاثنين، بس انت كنت لازم تختار الاحسن في الوحشين. يعني تحب تختار الحباية البرتقاني ولا تحب تختار الحباية البيضاء، وانت وحظك مين اللي هيكسب فيهم. نفس الفكرة كانت موجودة في دي سي كوميكس ومارفل كوميكس. يعني انا بالنسبة لي لما انا شفت هيلاري كلينتون انا كان كأني بشوف لكس لوثر مرشح نفسه، ولما شفت دونالد ترامب اللي هو كسب كأني بشوف لوكي بيرشح نفسه. انت المفروض بقى تختار احسن واحد من القشار، وانت وحظك بقى مين فيهم اللي هيكسب. احنا كده خلصنا البرزنتيشن. بس مهما الناس هتعترض على وجود السوبر هيروز، انا مش هيبقى عندي مانع ان انا اعيش وسط السوبر هيروز. السوبر هيروز علموني كل حاجه انا محتاج اعرفها على الحياه،
هم اللي وصلوني للمرحله اللي انا فيها النهارده، وهم اللي خلوني اكون شخصيتي. عشان كده دايما لما بشوف ناس بتريق عليهم بقف ضدهم، وبقول ان السوبر هيروز دي من احلى الحاجات اللي حصلت لي في حياتي، عشان هي اللي خلتني ابقى عمرو الشريف نافع. انا بالنسبه لي سوبرمان هيبقى مثل مهم، عشان هو علمني ان مش ضروري ان انا اخاف من المجتمع عشان خاطر انا مختلف واواجههم بحقيقتي. سبايدر مان علمني ان لو انا عندي قوة كبيرة يبقى انا عندي مسؤولية اكبر. واخيرا باتمان علمني ان انا مش محتاج سوبر باورز علشان خاطر ابقى سوبر هيرو. وشكرا.